أنا مباشرة المحامي عبد الحفيظ كورتيز. صباح الخير أستاذ. صباح الخير وتحية للسادة المشاهدين ولضيفك. شكرا صباح أستاذ عبد الحفيظ كورتل. يعني خاصة في الأيام الأخيرة نشهد يعني العديد من حوادث المرور، يعني حوادث تخلف ضحايا، يعني آخرها كان 17 الوفاة. كيف يتعامل المشرع الجزائري مع مثل هذه الحوادث؟ خاصة يعني طرق سيد نسيم برناوي، قال هناك بعض الحالات اللي تكون في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. والله قانون المرور من أكثر القوانين في الجزائر تعديلا، يعني من أكثر القوانين الغير مستقرة. لماذا؟ لأنه كل سنة أو سنتين أو 3 سنوات يحاول المشرع أن يواكب هذا العدد الكبير من حوادث أسس المرور. الحق فقط حياة. قلت لك قبل قليل بأن هذا القانون من أكثر القوانين تعديلا. قلت أيضا بأنه المشرع يبحث عن حلول لظاهرة لا يستطيع التحكم فيها. أعداد الحوادث وأعداد القتلى والجرحى سنويا تكاد تكون نفسها، الأرقام لا تتغير، لم نستطيع بعد أن نحد من هذه الظاهرة ومن هذه الجرائم. المشرع الجزائري طبعا في قانون المرور، في قانون العقوبات، أورد كثير من المواد التي تجرم بعض الأفعال، وفي كل مرة يأتي بتعديلات جديدة لمواكبة هذه الظاهرة. يعني الآن السياقة تحت تأثير الكحول أو حوادث المرور المرتكبة والسائق تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو أي أعشاب أخرى قد تفقد السائق قدرته على القيادة فيها عقوبات قاسية جدا. ولكن هذه العقوبات القاسية في مصاف الجنحة، ولكن هي أحيانا لا ترقى إلى درجة الردع أو العقوبة. يعني أحيانا القتل الخطأ العقوبة غرامة مالية مثلا، هذه يجيزها القانون. ولكن كثير من يقولوا بأنه من غير المعقول أنه الشخص الذي يتجاوز السرعة المسموح بها، يعني أنت تسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة وترتكب جريمة القتل الخطأ، الأمر معقول، ولكن وأنت تمشي ب 160 كيلو متر في الساعة وترتكب جريمة، يقولوا بأن هنا تعمد، لأن السائق يعرف بأنه ممنوع أنك تتجاوز هذه السرعة ومع ذلك أنت تتجاوزها. يطالبوا بأنه تكون العقوبة أشد لما يكون هذا الأمر موجود. لذلك كثير من الجرائم قام المشرع بجعلها عقوبتها صارمة في قانون المرور وأيضا في قانون العقوبات، ولتصل عقوبتها إلى عقوبة الحبس والغرامة طبعا. ولكن مع ذلك كل هذه الأمور لا تغير شيئا، لأنه العامل البشري هو أهم عنصر. يعني يجب أن يتوعى، يعني السائقون يجب أن يتوعوا، يعني هم الحلقة ربما ربما طبعا القوية التوعية، في كل هذه الحوادث. التوعية انت تعرفي حتى في اوروبا، يعني في البلاد، في امريكا البلدان المسموح بها بتناول المشروبات الكحولية هناك صرامة كبيرة في هذا الجانب، صرامة كبيرة لما يقول لك السياقة والسكر شيئان لا يلتقيان، ما يقدرش واحد يكون سائق في نفس الوقت يكون يتناول مشروبات كحولية، كاين صرامة كبيرة حتى في هذه الدول لأنهم يعرفوا هذه المخاطر اللي تنزرع على مثل هذه الأمور. وكما قال لك ضيفك أيضا انتبهت قبل قليل يتحدث أيضا عن النوم كعنصر من العناصر اللي تؤدي أيضا إلى هذه الجرائم. وهنا لابد من فرض الرقابة على سائقو النقل العمومي، يعني الشاحنات والحافلات بطرق ووسائل حديثة لمعرفة قدرتهم على السياقة من عدمها. وهذه موجودة في أوروبا وموجودة في كثير من الدول، لكن للأسف في الجزائر غير موجودة. يعني أحيانا سائق يسوق 20 ساعة وما ينامش ولا ساعة، وبعد ذلك يرتكب المجزرة، وبعد نبدأ نقول ما هي الأسباب وما هي الدوافع، والأمر معروف. يعني ما فيش رقابة على سواق النقل العمومي، لأن ربما من أجل تقليص هذه الحوادث يجب على السائقين خاصة ما بين الولايات أن يتوعوا من خطر الحوادث المميتة. شكرا لك أستاذ عبد الحفيظ كولتر على كل